في الحقيقة السيدات في مصر وفي العالم كله مختلفين عن الرجال في طبيعة التعامل مع الحياة الإنسانية، لأن الضغوط أو الكروب النفسية بتعرض لها المرأة أعلى بكثير جدا من الكروب النفسية بتعرض لها الرجل، لأن في الغالب المرأة العاملة بالذات بتلعب دورين، بتلعب دور المرأة العاملة وبتلعب دور الزوجة وبتلعب دور الابنة وبتلعب دور الأم، وبالتالي في الحقيقة بنبقى بتحتاج كتير جدا من المرونة النفسية ومن الصلابة النفسية إن هي تقدر توفق بين شغلها وبين أدائها في شغلها وبين أدائها الاجتماعي. الضغوط الاجتماعية والواجبات الاجتماعية على المرأة اعلى بكتير جدا من الضغوط الاجتماعية على الرجل، وبالتالي انا بساعد كتير جدا بأشفق على المرأة انها بتحتاج كثير من المطاوعة وكثير من الجهد علشان تقدر تتعامل مع مثل هذه الظروف. النجاح في الحياة في الحقيقة ان انا ابقى سعيدة، مش ان انا ابقى ناجحة، يعني دايما هدف الحياة ان الواحد يبقى سعيد. لو انت ناجحة ومش سعيدة بقى عندنا مشكلة، فانا حتى المحاضره بتاعت النهارده عن كده، ازاي ابقى سعيد مش ازاي ابقى ناجح. النجاح على فكره في ناس كتير قوي بتنجح، بس في ناس كتير جدا تعساء وهم ناجحين. فهو بصراحه في الحقيقه يعني كثير من السيدات بينسوا كيف يكونوا سعداء في خضم الستريس اللي عليها، في خضم الواجبات الانسانيه، في خضم الواجبات الاجتماعيه والواجبات واجبات الشغل. انا مبسوط جدا بالمؤتمر بتاعكم، ومبسوط ده النسخه الثالثه، واتمنى يبقى في نسخ كتير جدا عشان بتلقوا الضوء مهم جدا على فكره ان المراه عليها ضغوط وعليها كروب اكتر بكثير جدا من الرجل، والتعامل مع هذه الكروب الحقيقه بتتعامل باستخفاف جدا، باستخفاف جدا من المجتمع باستخفاف جدا من الرجل. فانا مبسوط ان انتم بتلقوا يعني حجر في المياه كده، وبتلقوا ضوء مهم جدا على ان سيدات مصر وسيدات في العالم عموما اكثر عرضه للضغوط، اكثر عرضه على فكره الاكتئاب. على فكره نسب الاكتئاب اعلى كتير جدا في السيدات، نسب القلق اعلى كتير جدا في السيدات، المراحل العمريه بتاعه السيدات بتتعامل مع المرض النفسي بطريقه مختلفه. يعني احنا كتير جدا بيجي لنا بنات صغيرين او مراهقين بيعانوا من حاجه اسمها اضطراب اختلال المزاج نتيجه الطمس. في كتير جدا بيجي لهم اكتئاب اثناء الحمل، كتير جدا بيجي لهم اكتئاب بعد الحمل، في كتير جدا بيجي لهم اكتئاب وقلق بعد ما تنقطع الدوره الشهريه. وبالتالي في مراحل عمريه في المراه بتخلي احتمال حدوث امراض نفسيه بتبقى اعلى كتير جدا، وهذه المراحل العمريه مش موجوده عند الرجل. وبالتالي بجانب الضغوط الاجتماعيه وبجانب الضغوط النفسيه وبجانب ضغوط العمل، هناك ضغوط هرمونيه بتمر بها المراه، وبالتالي في الحقيقه المراه اكثر صلابه نفسيه من الرجل. المراه مش بدافع عن المراه، يعني المراه اكثر متانه نفسيه من الرجل.